فالدرس غادي نحاولوا نديروا واحد المشكله ونلقاو ليها الحل. شنو هي المشكله؟ غيكون عندي واحد الفيشي اش تي ام ال وغادي نحاول ناكسيدي لواحد ليليمنت من وسط الدوم، وهذا الشيء قبل ما يتكريا. شنو كيعني؟ يعني قبل ما تبارس اش تي ام ال كامل غنحاول ناكسيدي لواحد ليليمنت من وسط الدوم، يعني غادي نقراو على واحد الايفنت للسناب اللي هو سميتو دوم كونتنت لودد. اوكي، نبداو الدرس ديالنا ونكتشفوا هذا الشيء كامل بلا بارتي براتيك. دونك شنو عندي هنايا؟ انا عندي واحد لاباج اش تي ام ال فيها دي زيليمون عاديين، دونك فيها واحد الديف، فيها واحد الانوردر ليست، واحد الهيدنغ، واحد الاتش 1، دونك تي تايتل وواحد الانوردر ليست. الا حاولت نشوف الريزولت ديالها، الريزولت ديالها ما فيها حتى شي مشكل. مشارجي واحد الفيشي سي اس اس هو هنا، ما فيه حتى شي حاجه، بغيت انا غير نشارجي يعني كوم كوا باش نشوفو اونيفو ديال البروفايل باش نطرا. اوكي، غنكتشفو هادشي كامل. دونك شنو عندي؟ انا غادي نحاول اسيدي نكري واحد السكريبت تاعك. هاد السكريبت تاعك شنو غادي يدير؟ هاد السكريبت بغيت نجبد واحد ليليمون من وسط الدوم قبل ما يتكري كاع. دونك شنو غادي ندير هنا؟ غنخدم دوكيمنت، ما تفوكاليزوش بزاف على السينتاكس ديال الدوم اللي غنحاول نجبد به واحد ليليمون. انا هنا بغينا نوصلو غير واحد ليدي، هادشي غنكتشفو من بعد كيفاش خدام. دونك غندير واحد كات element by id وغندير wrapper وغنحاول نديرها فواحد كونسول لوغ ونشوف واش غادي تافيشي ليه. اوكي، نمشي للكونسول لوغ ولا نمشي للكونسول ديالي نعرف غير شي. نمشي للكونسول، كتشوفو كوم كوا عطاني نال. علاش عطاني نال؟ عطاني نال نورمالمون ولا لوجيكمون لانه راه انا باقي ما تكرياتش لي هاد الديف، باقا ما كايناش اونيفو ديال داك التري اللي هضرنا عليه في الدرس اللي فات. دونك اوتوماتيكمون هنايا هاد السكريبت اللي درتها الفوق ما عطانيش لاكس. دونك كيفاش نقدر ناكسيدي لهاد التري ولا كيفاش نقدر ناكسيدي لهاد ليليمون بالضبط؟ خاصني تاعي كمل البارسين ديال اش تي ام ال. دونك الا مشيت دابا ودرت رافريشير غيعطينيكم كوال الرابر ها هو كاين. اوكي، سو الا كان من بعد راه كيعطيني البارسين بلا حتى شي مشكل، كان من قبل غادي يكون مشكل. مي انا بغيت نفهموا الديتاي علاش هادشي كيق، علاش هادشي كيطرا، وكيفاش نقدر كاع انتيغري ولا ناكسيدي لهاد دوكيمنت جيت element by id رابر. كيفاش نقدر ناكسيدي لهاد الرابر قبل من هنايا؟ اوكي، دونك سكريبت بغيت نديرها من قبل من هاد ليليمون وبغيت ناكسيدي ليها. غادي نشوفو في البيرفورمانس، غنمشيو للبيرفورمانس بروفايلر. شنو هو البيرفورمانس بروفايلر؟ هاد البيرفورمانس بروفايلر هو واحد التول اللي كيخول لينا باننا نشوفو الا كان عندنا شي مشكل اونيفو ديال البروغرام. دونك بحال لك تبروفايل داك جافا سكريبت، الا كاين شي باغ ولا كاين شي حاجه كتكونسومي من السي بي يو ولا من جي بي يو، ولا كنشوفو شي داك التسلسل ديال الايفنتس. حنا شنو كيهمنا من هاد البروفايلر كامل ولا من هاد البيرفورمانس بروفايلر؟ هو نشوفو داك التسلسل ديال الايفنت، وسيرتو اللي كتهمنا كاع هي داك بارسين اتش ام ال، لان هاد الاتش ام ال بارسر هو اللي كيكري داك نود ولا داك تري ديال الدوم ديالنا اللي كنقدروا نمانيبيولوه من بعد. غنشوفو علاش هنايا ما كنقدروش نانتيغريو ولا ما كنقدروش ناكسيديو لهاد ليليمنت في الرابر. أو دابا ندير واحد ستار بروفايلين. دونك كنكليكي هنا وكندير واحد ستار بروفايلين. هاد بيرفورمانس بروفايلر بوحدو خاصو شي كور، مي انا هنا ما غاديش نحاول نمشي فيه اكوريت، نحاول ناخذ غير واحد البيزك ايديا. كنشوفكم كور عندي واحد التايم لاين كبيره وبزاف ديال الزلامه. دونك اللي كيهمني انا هو هاد الايفنت لوغ. غادي نكبروا شويه هاد التايم لاين، تقدر كاع تسيليكسيوني واحد البلاصه بالضبط من وسط البروفايلر ديالك، مثلا في هادو من 1 ملي سيكند حتى لهنايا ولا 1000 سوري، ولا نقدر نسيليكسيوني كاع لي بار كاملين باش تشوف اشنو طرا في واحد البار اونيفو ديال البروغرام ديالك، من كان السكريبت ديالك خدام ولا من كان كيتشارجا ولا ويفر. حنا اللي كيهمنا تقريبا كنشوفو كرا كاع الايفنت طراو هنايا. راه نكبر كلشي باش ما يطراش ليا مشكل وما نزكلش شي ايفنت. دونك الايفنت لوغ هو غيعطيني التسلسل ديال الايفنت. راه الا بغيتي تاخد واحد السامري، نخرج شويه من السابجكت، الا بغيتي تاخد واحد السامري اشنو كيطرا من انفو انت كتحل ديك لاباج ديالك، كاين واحد اللودين سكريبتشن ريندرين بينتشين. هادشي فيه بزاف ديال الايفنت اللي عندهم علاقه بالسي اس اس، اللي عندهم علاقه بجافا سكريبت، كيفاش اكزيكيوتا، اللي عنده علاقه بزاف ديال الفونكشناليتيز اللي خدامين اونيفو ديال الا كاين شي مشكله في البارسين ديال الاتش ام ال. تقريبا كلشي هنايا راه كيكون اونيفو ديال البيرفورمانس بروفايلر، وكيعطيك الديتاي ديال الديتاي. وهذا هو التول تقريبا اللي كيخول لك بانك تكتشف الا كان شي مشكله عندك اونيفو ديال البيرفورمانس ديال الاب اللي خدام عليها. دونك حنا ما تيهمناش هذا الشيء، تيهمنا الايفنت لوغ. وغادي نشوفوا شنو هما الايفنت ديال الانفو نتايا كتحل لاباج ديالك كتشم غادي ستيب باي ستيب.
دونك عندي event before and load يعني قبل ما يتلود كل شيء ما تمو غادي حنايا ونقزو هذا الشيء كامل ونشوفوا اللي كيهمنا هنا كاين واحد الايفنت اللي مهم في سكريبت تشين لان هذا الشيء اللي بالصفر عنده علاقه بجافا سكريبت وهذا الشيء اللي بالزرق تقريبا من كتلود واحد الحاجه من كتشارج دونك هاد الدوم لودين هنا من وصلنا دونك راه الدوم بحال كاين واحد ليفينمون كتحدد لينا بان الدوم ها هو بدا كيتلود لان بعد خطرات كتبغي انت دير شي حاجه الدوم في البروسيس ديال اللودين صاديبون مي هنا هاد الايفنت بالضبط كتحدد لينا بان الدوم راه غادي كيتلود اوكي ان بروسيس اوف لودين يعني ها هو غادي كيتلود ماشي تلود وكمل اتشمو غاديين اللي كتهمنا وغنوصلوا ليها كي عندنا واحد ايفالويت سكريبت هنا اش كتعني ايفالويت سكريبت من كريت انا واحد سكريبت هنا طاق ودرت من وسط من وسط منها هاد جافا سكريبت دونك هي هادي ايفالويت سكريبت دونك واحد سكريبت غادي ايفالوي هنا وكاين واحد البارت اشتمال هاد البارت اشتمال هي اللي فيها واحد ليفينمون اللي كيهمنا حتى حنايا هو دام كونتنت لودد اوكي اللي كتعني بان انا راه كنحاول اكزيكوتي انايا هاد الكود بالضبط ولا كنحاول اكسيدي للدوم باقي ما تباساش HTML كامل دونك انا في حاله وركزوا معايا في حاله بغيت ناكسيدي انا لواحد الاليمنت اللي هو رابر قبل من هنايا يعني بغيت نكتب الكود ديالي هنا وناكسيدي ليه دونك شنو خصني ندير خصني نزيد واحد الايفنت للسنر شنو ايفنت للسنر هلا قلت كاين واحد الايفنت اللي هي هادي دام كونتنت لودد اللي اشنو كدير ان فوا كيتلود الدوم كامل عاد كتقدر تاكزيكوتي الكود ديالك ايفنت للسنر هو واحد للسنر شنو للسنر هي شي حاجه كتصنط او كتصنط لاش كتصنط كالدوم ها هو تبارس الدوم ها هو تشارج كامل عاد اوكي عطاني الكود ولا حاولت اكسيدي دونك خاصني نزيد واحد الايفنت للسنر هنايا عاد من بعد اكسيدي غادي نشوفوا هاد الايفنت للسنب هاد الايفنت للسنب هو الدام كونتنت لودد هاد الدام كونتنت لودد ولا حاولنا نعرفوا شنو كاين اون نيفو ديال الويب بي ايز لان كاع هادشي اللي كتشوفوه اكسيدنت لي وسط ويندو كيف ما شرحت لكم في الدرس اللي فات راه كاين اون نيفو ديال البراوزر هادشي كاين اون نيفو ديال البراوزر دونك انا غنتصنت لواحد الايفنت اون نيفو ديال البراوزر كوم كوا كيقول لي انا راه شارجيت لك الدوم ديال كامل دير اللي بغيتي غادي نشوفوا هنا ديسكريبشن ديال اشنا هو هاد الدوكيمنت كونتنت لودد الدوكيمنت ندير نقولها بالانجلي ولا ندير ديسكريبشن بالانجلي ومن بعد نترجمها the DOM content loaded event fire when the initial HTML document has been completely loaded and parsed يعني شنو كاين يعني بفاير هاد DOM content loaded يعني كيدير لي واحد تريجر كيتيكزيكوتا اون فوا يعني كيعطيك لاكسيلي اون فوا هاد الHTML ديالك كامل تلودا وتبارسا اللي كتعني بان تشيكيت هاد الHTML ديالك كامل كيتبارسا وكيتلودا عاد كيعطيك لاكسي اوكي يعني هنا كيديفيني كوم كوا على HTML ديالك تبارسا وتلودا كامل هاد الايفنت بالضبط اللي هو دام كونتنت لودد دونك ها هو كيف ما كيقولنا ايفنت دام لودد دام كونتنت لودد ايفنت فايرز وان ذا انيشال HTML دوكيمنت هاز بين كومبليتلي لودد اند بارسد دونك كمل في البارسين ديالو وكمل في اللودين ديالو اوكي ولكن نكملو without waiting for size sheets, images and subframes to finish loading ما كيتسناش تيتشارج كل شيء دونك CSS وليزيما نو تيتشارج الHTML صافي كيخدم كيخدم جافا سكريبت ديك الساعة كيعطيك الاكزيكيوسيون دونك دير اللي بغيتي راه الHTML كمل علاش وسطروا معايا هاد without waiting for size sheets لان هاد waiting for size sheets ولا هي عندها واحد الايفنت ديالها هاد الايفنت اللي سميتها load هاد الايفنت لود هاي كتشوفوها كوم كوا راه كاينه مورال بارسين ديال الشامل هاد الايفنت لود ان فوا كيكمل كلشي كيتشارج كلشي عاد كتقدر تيكزيكوتي اللي بغيتي اوكي عرفنا الايفنت اللي خاصنا نخدمو بها اللي هاد دام كونتنت لود كيفاش نتصنتو عليها دونك باش نتصنتو عليها غادي نخدمو بالابي بالويب بي اي ديال البروزر دونك غنجي هنا كوبي هادشي كامل غنجي للويندو اللي هي الجلوبال اوبجكت اللي نقدر ناكسيدي ليها ايك ندير واحد اد ايفنت للسنر هاد الاد ايفنت للسنر فيه جوج ديال الارغيومنت اول ارغيومنت هو دام هو الايفنت اللي بغينا نتصنتو عليها دام كونتنت لودد دام كونتنت لودد دونك هادي هي الايفنت اللي بغينا نتصنتو عليها اللي بغينا بحال واتشين نتصنتو عليها اون فوا داك الدام ديالنا يكمل عاد نديرو شي حاجه
اشنا هي هادشي حاجة؟ هي الارغمنت الثاني او نيفو ديال الاد ايفنت للثنر. شنو هي الحاجة اللي بغينا نديرو؟ بغينا يافيشي لينا هاد جيت المن باي اي دي. يعني الارغمنت الثاني غير واحد الكول باك، والارغمنت الاول هو الايفنت اللي بغينا نصنطو عليها. دونك الا جيت دابا انا او نيفو ديال الكونسول او ندير واحد رافريشير، غتشوفكم كواها هو افيشي ليا رابر. واخا عيطت من قبل بغيتو تشوفوا ريزولت، بغيتو تشوفوا لا ديفيرونس، غندير بحال هكا. اوكي كوبي هادشي، نحيد انا هاد الايفنت للثنر ونحاول اكسيد ليه ثاني وكنشوفكم كواعطاني نول. يعني الايفنت للثنر باش نطرى هنايا كوم كوا تاتشارجات، يعني هنا بحال الكود ولا اسانكرونس، بقى كيتسنى بقى كيتسنى حتى الكود ديالنا حتى الدوم ديالنا تشارجات عاد باش دار واحد تريجر. فحال الا بقى كي داك الكود مشى اسانكرونس قال لي اوكي كملاش الدوم بلا ما تسنى دوك ستايل ستيت CSS ولي زيماج وكل شيء تشارج، لا ما تسناش ليا هادشي كامل، شارجي شي الدوم واكزيكيوتي ليه، اكزيكيوتي ليه هاد الكود اللي عطيتك هنا. دونك ولا عندي لاكسي لواحد الاليم واخا عيطت عليه من قبل، لانكم كيف ما كتعرفوا الطبيعه ديال جافا سكريبت اسانكرونس، يعني كيمشي من الفوق حتى لتحت توب تو بوتوم. ولكن هنا هاد الايفنت للسنه خلى فحال اللي قلتي دابا بوست خيله فحال هكا، دونك خلى حتى الدوم كمل دار ديك ستركتشر ديالو كامله، ديك النود كامله دات لها ديك داك الدوم تري كامله تحطات لها ستركتشر ديالها عاد باش عطاني الكود ديالي هنا. دونك ماشي مشكل عيطت عليها من قبل ولا من الاخر، غتبقى ديما كدير واحد السنين. بغيتي نشوفوها اونيفو ديال البروفايلر، او نشوفوها اونيفو ديال البرفورمانس بروفايلر، غنعاود ثاني غندير واحد ستار بروفايلين اجين ونتسنى واحد شويه. دونك شنو غادي نشوف هنا؟ غنمشي للبارت الشامل غنديفلوبيها، اي كيف ما كتشوف كاينه واحد لا ديفيرونس هنا اللي الا ديفلوبيش هاد الايفنت دام كونتنت لودد وغنجي غنديفلوبي هنا، غتشوف كاين فيه واحد الفانكشن كول. هاد الفانكشن كول من كاين من هاد الدوم الشامل. اوكي سو ليكزيكيوسيون ديال هاد السكريبت ولا ليكزيكيوسيون ديال هاد لابار بالضبط ولات اون نيفو ديال دام كونتنت لودد. يعني اون فوا كندخلو كنبداو نبارسيو في HTML، اون فوا كيتلود علينا هذاك، اون فوا كتيكزيكيوتا ديك الفونكشناليتي كنقدروا ناكسيديو في هذا الكا لهذيك البار او نيفو ديال HTML اللي فيها هاد الرابر. دونك حنا بالنسبه لنا هاد دام كونتنت لودد خولات لينا باننا ناكسيديو لواحد ليليمو واخا عيطنا على داك السكريبت تاعك من قبل. دونك هاد الايفنت بروسيس واخا كاين ايفاليو سكريبت من قبل، ولكن انا درت واحد الويدين قلت للبارسر اوكي شوف من تحت تكمل على خاطرك، كمل لي الدام كامل وشوف واكسيدي لي عفاك لهذا الشيء. دونك هذا هو الدار ديال داكيمنت دام كونتنت لودد. الا بغيتي مثلا تخدم بواحد الايفنت واحد اخر تقدر دير لود اوكي اللي هي هذه. شوف تقريبا كاع هاد الايفنت نقدر نديرو عليهم واحد السنين ونتسنطو عليهم، لان او نيفو ديال البروغرام سا ديبون تقدر طيح في هاد الكا. غنجي لهاد اللود وغادي نشونجي، دونك انا بغيتو تيوصل اللود عاد اكزيكوتي لي هاد الدام واخا هي راه خايبه، مي انا هنا بغيت غير نوري لكم لان هاد اللود راه غتسنى بزاف غتسنى بزاف، حتى ولا كان داكشي الا كان الكود ديالك كبير دونك غتبقى تسنى واحد البروسيس طويل حتى توصل اللود عاد باش اكزيكوتي السكريبت ديالك، ولا كانوا دي زيماج كتاب ولا كانوا دي فيشي CSS كبار. دونك هنا غادي يولي مشكله. دونك غنديو حنا غير باش نبينو كو غنقدروا ناكسيديو حتى لهاد اللود، ندير بحال هكا سوف غاردي ونعاود بعدا نشوفو نيفو ديال الكونسول ها هو افيشي هليا حتى هي ما كاين حتى شي مشكله. اي غنمشي للبيرفورمانس بروفايلر وغنعاود ثاني ندير واحد ستار بروفايلين، ولكن في هذه الحاله راه غنحاول ناكسيديو ولا ناكسيكوتي واحد السكريبت تيكمل لودين واحد الايفنت لود، يعني ندير واحد السنن على الايفنت لود. غنتم غادي اي كيف ما كتشوفوا ها هي الايفنت لود، غنجي ديفلوبر. دونك غنشوفوا بعدا في البارت الشامل، بارت الشامل هنا دوم كونتنت لود ما بقى فيها والو. دونك لا تبقى غادي عادي نورمالمون توصل لهاد الايفنت لود غنديفلوبي هادي، كاين فيها واحد الفونكشن كول من هاد الدوم دار الشامل. دونك دابا ولا كيتسنى حتى كيكمل هذاك اللودين اللودين كيكمل البارسين كيكمل اللودين عاد باش كي اكزيكوتي لي داك الكود انا اللي بغيت. دونك هذا حتى هو ايفنت للسنر. دونك شنو قرينا هنايا؟ قرينا كيفاش كنديروا واحد للسنن او نيفو ديال واحد الايفنت، وشفنا حتى كيفاش كيداو لهم كيداو البروفايلين او نيفو ديال جافا سكريبت ديالنا. دونك درت كونس بغيت نشوفوا كاع لا ديفيرونس ما بيناتهم بثلاثه. اون فوا انا خدمت بالبروفايلر ديالي راه ديما كنت كنكري دي بروفايلر، هذا هو الاول، هذا الاول اللي مثلا كنا عيطنا فيه من قبل. دونك او نيفو ديال باسر اشتعمال ما كان في داك دوم كونتنت لودد والو، ما عطاتناش ريزولت وعطاتنا نول.
فهذه هي الثانيه مثلا هذا هو البروفايلر الثاني اللي حنايا شنو درنا فيه درنا اون نيفو ديال باست في الشمال وكان داكشي اون نيفو ديال هاد الدوكيمنت كونتنت لودد خدمنا بواحد الايفنت درنا عليه واحد السنن واكزيكيوتينا الكود ديالنا والثالث اللي هو هذا اللي في الايفنت للسنه اللي خدمنا عليه هو لود وهذا دونك كوم كو بغينا ناكسيديو لواحد الاليمنت من وسط تري دونك ان ديفلوبي هادي ها واحد الفانكشن كول اشنو وصلنا هنايا دونك هاد الاد ايفنت للسنر دوم كونتنت لودد خول ليا بانني نتصنط البروزر عطاني لاكسي لهاد دوم لودد ايفنت اللي هو تيقول ليا كوم كوا تتلود تري كامله تتلود الدوم كامله عاد اكزيكتي لي واحد الكود هادشي كامل بغيت ندير لكم باش نبين لكم علاش حنا خاصنا من نبغيو ناكسيديو للدوم ديالنا خاصنا ناكسيديو ليه من الاخر من التحت دونك غادي نجي انا من هنا وغنكوبي الكود ديالي غنكوبي هاد السكريبت وغادي نجيبها هنا علاش باش نكون سير كو راه لا ستيمل ديالي تلودا كامل كو هذاك النود تري كملات ولا عندي لاكسي ليها دونك انا حاولت نبسط لكم نوريكم بان راه كاينين دي ايفنت لسنرز ولا كاينين ايفنت اللي نقدروا نتصنتوا عليهم اون مانيبيوليو اون نيفو ديال الدوم ديالنا عرفنا دوم لودد كونتنت لودد وعرفنا لود مي غير هو من الاحسن الا انت كنتي باغي تمانيبيولي شي حاجه اون نيفو ديال الدوم ديما دير اتونسيون كو ديك تري كملات باش تقدر تاكسيدي لاي اليمنت كاين اون نيفو ديال الاشتمال ديالك لانه كيتبارسا الاشتمال خصو تيتبارسا الاشتمال عاد باش يكون لاكسي ديالك لهذاك الدوم So, كانت شي شويه ادفانسد حاولنا غير نهزو شويه النيفو ماشي ادفانسد بزاف مع الاقل خدينا غير واحد البيزك ايديا قبل ما نبداو باي بروبرتي اللي غادي نحاولوا مانيبيلو بها الدوم بغيتكم تاخذوا غير هذه المعلومه Thanks for watching this video.